صباح الخير. صباح النور. انت تاني؟ يعني انا لا انا كنت جاي اعمل حاجه تانية مهمه. اه حاجه ايه؟ كنت جاي اسال حاجه. يعني حاجه ايه؟ هو انت اسمك ايه؟ ليه عايز تعرف اسمي ليه؟ يعني عشان كده. يعني ايه؟ مش فاهمه. هو انت مخطوبة ولا لا؟ طب ايه دخل اسمي في اني مخطوبة؟ بصي بصراحة كده، انا اول ما شفتك امبارح وانا طاير من الفرح بيسقط تنام مطلع منين؟ مش عارف تنام عشان مش عارف اسمي؟ ما انا هقولك بس انا اول ما شفتك امبارح زي ما قلت لك كده قلبي طار. وانا يا حرام بحبك قوي، عايز اتجوزك. قلتي ايه؟ انا ما اقدرش اقول. يا تاني رسول، هما مين اللي هيبوك؟ بابي طبعا. بما اننا وصلنا لبابي يعني افهم من كده ان بابي دي نيتي مرحب. مش بالظبط كده. أمال إيه؟ عادي هكلم بابا وآخد منه معايا وبعدين أقول. يعني من كده عرفت إن أنا بحبك وقبل بكتير بفرق كده. استنى بقى لبابي قولي له إن أنا جاي في أي وقت هو يحددني.